ازاي تجهز نفسك للقبول في النجاح؟ السلسله دي كان نفسي اعملها من سنين، والنهارده قررت اخد الخطوه الاولى فيها، وبدعمكم تكمل باذن الله. محوش ليكم فيها شويه معلومات وخبرات ومفاجآت لم ولن تروا مثلها من قبل على اليوتيوب. يعني اللي فات كله حماده، وكل اللي جاي حماده تاني خالص. فلو مش مشترك في القناه اشترك ولايك وشير علشاني. خلونا نركح ريتش من تاني وانزل من النت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من قناه تركيا تحدث اليكم، وتحديدا من محافظه مردين. لو انت اول مره تشوفني، فانا مازن دره، حصلت على المنحه التركيه من حوالي 8 سنين، خلصت البكالوريوس، وحاليا قررت كمان اخلص الماجستير، وباذن الله بعدها اكون دكتوراه. من وقت ما وصلت تركيا اصبحت مسؤول عن الطلاب المقبولين في المنحه التركيه العرب من مختلف الدول العربيه، وبدات ان انا انقل تجربتي وتجارب مئات الطلاب المقبولين في المنحه التركيه. هتلاقي كل ده واكتر موجود على قناتي على اليوتيوب، وده اللي خلى قناتنا على اليوتيوب هي تعتبر القناه الاولى اللي توصل 100,000 متابع، وكل اهتماماتها بالدراسه التركيه، سواء كان بقى بلوجز مع الطلاب المقبولين، او كان عن المنحه التركيه، او حتى الدراسه على سابق. فلو مهتم عموما بالدراسه التركيه اشترك في القناه وانتظر الفيديوهات الجايه، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت، ويلا نبتدي في فيديو النهارده. وانا بحضر السلسله ديت كنت محتار يا ترى الاسم يكون ايه، فلقيت ان اكتر حاجه تكون مناسبه لكم المعلومات اللي محضرها لكم باذن الله هو ازاي تجهز نفسك للقبول في المنحه التركيه، لان طبعا مستحيل يكونوا المقبولين السنه دي العام 2024 والسنين الجايه ان شاء الله باذن الله مش متفرجين على الفيديوهات ديت. فيلا نبدا. في البدايه في مدينتين اتنين كبار موجودين في تركيا مش عايزك تتلخبط بينهم، منحه الحكومه التركيه ومنحه الديانات التركيه او منحه الوقف. منحه الوقف هتكلم عنها في فيديو خاص بيها، ودي للناس اللي هي عايزه تيجي في تركيا تدرس الثانويه التركيه، او تدرس بكالوريوس علوم شرعيه، او تدرس ماستر علوم شرعيه. دي هنخليها في فيديو اللي جاي مثلا، او في فيديو خاص بيها. وهنتكلم النهارده عن منحه الحكومه التركيه اللي هي متاحه لاربع مراحل: طلاب البكالوريوس، وطلاب الماستر، وطلاب الدكتوراه، وطلاب البحث العلمي. طلاب البحث العلمي برضو مش موضوعنا النهارده، فخلينا نركز اكتر على طلاب البكالوريوس والماستر والدكتوراه. عشان خاطر تجهز نفسك للقبول في المنحه التركيه لازم تعرف الاول اذا كان مناسب ليك التقديم ولا لا. يعني من الاخر لازم تتاكد لو انت عايز تقدم كطالب بكالوريوس ان معدلك ما يكونش اقل من 70% في جميع التخصصات باستثناء ثلاث تخصصات: تخصص الطب البشري والصيدله والاسنان. الثلاث تخصصات دول معدلك لازم يكون فوق ال 90%. انا بقول لازم يكون فوق ال 90% لان هو ده كلام المنحه التركيه، لكن لو معدلك اقل من 90% تقدر تقدم، ولكن فرصتك في القبول ضعيفه جدا. فليه تضعف فرصه قبولك بنفسك لما ممكن انك انت تختار تخصص ثاني ويكون فرصتك في القبول فيه اعلى؟ فابعد عن الثلاث تخصصات دول لو انت معدلك اقل من 90%. تاني حاجه، لازم يكون عمرك اقل من 21 سنه، يعني ما ينفعش تفتح المنحه شهر واحد الجاي ويكون سنك فوق ال 21 سنه، فلازم يكون سنك اقل من 21 سنه عشان تقدر تقدم على المنحه التركيه. كمان لازم تكون مش مواطن تركي، لان المنحه ديت للطلاب الاجانب مش للطلاب الاتراك، يعني انت لو واخد الجنسيه التركيه اكيد ما ينفعش تقدم على المنحه ديت. كمان لو انت بتدرس في تركيا في سنه ثانيه جامعه او ثالثه جامعه ما ينفعش برضه تيجي تقول لهم ان انا عايز اقدم على المنحه وادرس من اول وجديد داخل تركيا. لكن لو انت السنه دي بتدرس في تركيا سنه اللغه فتقدر انك انت تقدم على المنحه، وان شاء الله ممكن يتم قبولك، بل بالعكس ممكن تكون ليك كمان الاولويه في القبول، خصوصا لو انت اتقنت اللغه التركي وجبت يعني خطاب توصيه من استاذك انك انت اتقنت اللغه التركي او ان انت كويس في اللغه التركي. وطبعا مش محتاجين ناكد ان المنحه دي متاحه لكل دول العالم، ومتاحه للشباب والبنات، والشروط واحده في الاثنين. دي تعتبر اهم الشروط لو انت طالب عايز تقدم على البكالوريوس في تركيا. يعني ايه بكالوريوس؟ يعني تيجي تدرس جامعه في تركيا اللي هي مدتها 5 سنين، سنه لدراسه اللغه التركي بتتقن فيها اللغه التركي، واربع سنين لدراسه الجامعه بتاعتك مهما كانت الجامعه دي ايه، حتى لو هندسه بتكون 4 سنين فقط لا غير، باستثناء طبعا الطب البشري والصيدله والاسنان، دول بيكونوا اكتر من السنوات الطبيعيه بسنه او سنتين. يعني من الاخر لو انت طالب في السنه دي في ثالثه ثانوي تقدر انك انت تقدم على المنحه التركيه، وكذلك لو انت في اولى جامعه او ثانيه جامعه، ومهما كان التخصص اللي بتدرسه في بلدك تقدر انك انت تيجي وتقدم على المنحه بتخصص ثاني مختلف. المهم معدل الثانويه بتاعتك ما يكونش اقل من 70% وسنك ما يكونش اكتر من 21 سنه. في الحاله ديت اتفضل قدم على مرحله البكالوريوس في المنحه التركيه. اما لو انت عايز تقدم على مرحله الماستر
فمعدلك لازم يكون اقل شيء 75%. تاني حاجه لازم تكون في اخر سنه في الجامعه او خلصت الجامعه وما يزيدش سنك عن 30 سنه، يعني لازم تكون اقل من 30 سنه في العشرينات يعني تقدر انك تتقدم على الماستر. والماستر في تركيا بيكون مدته 3 سنين، سنه للغه وسنه لدراسه مواد الماستر، والسنه الثالثه بتكون لكتابه رساله الماجستير. اما طلاب الدكتوراه فبيجوا تركيا ويدرسوا 5 سنين، سنه للغه واربع سنين للدكتوراه، السنه الاولى بتكون دراسه مواد الدكتوراه وثلاث سنين لكتابه رساله الدكتوراه. فلو انت عايز تدرس دكتوراه سنك فوق ال 30 سنه تقدر انك تتقدم، معدلك بس اهم حاجه في الماستر ما يقلش عن 75% كده قدم على الدكتوراه والف الف مبروك، كده تقدر انك انت تجهز نفسك للقبول في المنحه التركيه. طيب تاني خطوه عشان تجهز نفسك للقبول في المنحه التركيه هو انك تتاكد ان اوراقك الاساسيه موجوده معاك. طبعا احنا عايزين نقول ان في حاجه اسمها الاوراق الاساسيه اللي ما ينفعش التقديم بدونها، يعني لو واحده من الاوراق اللي انا لسه هقولهم مش موجودين معاك ما ينفعش انك تتقدم، وفي اوراق تانيه فرعيه لو مش موجوده معاك تقدر انك تتقدم. طب خلينا نبتدي بالاوراق الفرعيه. شهادات تطوع، شهادات تفوق دراسي، شهادات تفوق اكاديمي، ان انا طلعت الاول في المدرسه كرمني وطلعت الخامس على الفصل، رتبت في الجامعه، دي كلها تفوق اكاديمي. شهادات مثلا على سبيل المثال تفوق رياضي، بلعب رياضه وجبت فيها بطوله من البطولات، كل الشهادات اللي انتم شايفينها ديت لو مش موجودين معاك تقدر تقدم، لكن لو موجودين معاك وجودهم هيقوي فرصتك في القبول. ولكن في عندنا اوراق اساسيه بقى هي ديت اللي لازم تجهزها، لان من غيرها مش هتقدر انك تتقدم. زي اول حاجه شخصيه طبعا خلفيتها بيضاء، ده قلناها 100 مره قبل كده. تاني حاجه هويه شخصيه، سواء كان بقى جواز سفر، سواء كان بطاقه شخصيه، سواء كان شهاده ميلاد، سواء كان بطاقه لجوء، اي هويه شخصيه موجوده معاك تقدر انك انت تقدم بيها بدون اي مشكله. طب هل في افضليه لهويه عن الثانيه؟ زمان قلت لكم ان انا من رايي انك انت تقدم في اي منحه هتقدم عليها بجواز السفر، لان ده بيوحي في بعض المنح بتلزم جواز السفر، لكن المنحه التركيه ما بتلزمش جواز السفر، ولكن ده بيوحي للمنحه انك انت شخص جاهز. طب انا لازم جواز السفر عشان اعمله مكلف، وانا دلوقتي مشغول في الثانويه، وانا دلوقتي مش عايز اكلف نفسي تكلفه، قدم يا باشا بالبطاقه الشخصيه وهتقبل زي ما الطلاب كل سنه بيتم قبولها بالبطاقه الشخصيه بدون اي مشكله، عشان بس ما تشغلش بالك بجواز السفر قوي. يعني يبقى احنا قلنا صوره شخصيه، قلنا هويه شخصيه، ثالث حاجه اخر شهاده انت حاصل عليها. يعني ايه اخر شهاده انا حاصل عليها؟ يعني لو كنت طالب عايز تقدم بكالوريوس، ف يعني هتيجي تدرس بكالوريوس قلنا في تركيا، يبقى لازم يكون معايا اما شهاده ثالثه ثانوي، او لو انا حاليا في ثالثه ثانوي يكون معايا شهاده ثانيه ثانوي. طب لازم ارفع شهاده ثانيه ثانوي بس؟ لا، نصيحتي ترفع شهاده اولى ثانوي، ارفع شهاده ثانيه ثانوي، ارفع اثبات قيد يثبت انك انت السنه دي في ثالثه ثانوي. ولو انت كنت تقديرك كويس في ثالثه اعدادي ارفع كمان على الابلكيشن، وهتلاقي في مكان موجود على الابلكيشن انك ترفع فيه شهاده الاعداديه عشان تثبت لهم ان انا في السنين اللي فاتت كنت بجيب تقديرات كويسه وكنت متفوق. طب يا مثلا انا مش معايا الشهادات دي اروح اجيبها منين؟ روح الاداره التعليميه اطلب منهم، قول لهم ان انا عايز اعمل مستخرج بيان درجات للاول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الاعدادي مثلا، وانت واقف هيطبعوا لك مع الكمبيوتر ويختموا لك ويقول لك اتفضل. تمام كده؟ طبعا الاوراق اللي انا قلت عليها ديت هي اوراق مطلوبه من طلاب البكالوريوس ومن طلاب الماستر ومن طلاب الدكتوراه، لكن لو انت طالب ماستر زود عليهم ان محتاجين منك اكيد طبعا شهاده التخرج بتاعه البكالوريوس، يعني شهاده التخرج بتاعه الجامعه، وبيان درجات يثبت تخرجك. طب انا السنه دي في اخر سنه في الجامعه ينفع اقدم؟ اه طبعا ينفع تقدم، وهتكون ليك زي ما قلت لك الاولويه، ولكن حاول تجيب بيان درجات لاولى وثانيه وثالثه جامعه. طب انا ما عرفتش اجيب غير بتاع ثالثه، تقدر انك انت تقدم. نفس الكلام طلاب البكالوريوس، ما عرفتش تجيب غير ثانيه ثانوي فقط، تقدر انك انت تقدم، ما فيش اي مشكله، بس لازم تسعى ان يكون ورقه كامل وبزياده. ليه؟ لان احنا بنجهز نفسنا للقبول دلوقتي في المنحه التركيه. تمام؟ طيب لو طالب دكتوراه زود عليهم كمان انك تجيب شهاده الماستر ويكون معدلك فيها ما يقلش عن 75%. طب يا مازن انا عايز اقدم على الماستر ومعدلي في الثانويه كان سيء، بس الجامعه معدلي فيها كويس، ما تشغلش بالك بالثانوي، اهم حاجه الجامعه كان تقديرك فيها 75 ولا اقل؟ اقل من 75 تقدر تقدم، يعني مثلا اقل من جيد تقدر انك انت تقدم، ولكن فرصتك في القبول هتبقى ضعيفه، واحنا دلوقتي عايزين نجهز نفسنا للقبول في المنحه التركيه.
طب لو انا اقل من 75 يبقى كده خلاص في الضياع؟ لا، يبقى نصيحتي اهتم بباقي الابليكيشن بتاعك، واهتم انك تشوف الفيديوهات الجايه والفيديوهات اللي فاتت عشان ايوه تجهز نفسك للقبول في المنحه التركيه باذن الله. باقي ايه في الاوراق الاساسيه؟ باقي ورقتين اثنين اساسيين لطلاب البكالوريوس والماستر والدكتوراه، الا هو خطاب التوصيه وخطاب النيه. الاثنين دول مطلوبين من طلاب البكالوريوس والماستر والدكتوراه، اكتبهم باي لغه لو انت طالب بكالوريوس. اما لو طالب ماستر او دكتوراه فنصيحتي لازم انك تكتبهم اما باللغه الانجليزي او باللغه التركي. طب انا ما بعرفش لازم اللغه التركي، اكتبهم باللغه الانجليزي، ولكن احرص انك تركز في لغتك الانجليزي وانت بتكتب عشان خاطر تكون الكتابة بتاعتك كتابة صحيحة. وما تنساش خطة البحث لو انت طالب ماستر او دكتوراه، خطة البحث دي غير خطاب النية. طبعا خطاب التوصية عملت لكم عنه فيديو قبل كده، خطاب النية عملت لكم فيديو عنه قبل كده، خطة البحث عملت لكم عنه فيديو قبل كده، وهتلاقي الفيديوهات سايبها لك تحت في الديسكريبشن. وهحاول في الفترة الجاية لو ربنا قدر اعمل لكم فيديوهات تانية يكون فيها معلومات اقوى شوية او تركيز على بعض النقاط اللي كانت بتوصلني على مدار السنين اللي فاتت، عشان خاطر تخلي ملفك اقوى وتجهز نفسك للقبول في المنحه التركيه. يبقى كده مالكش حجه، خطاب التوصيه وخطاب النيه وخطه البحث، لو حاجه من الثلاثه دول مش موجودين معاك كطالب ماستر او طالب دكتوراه، هتلاقي الفيديوهات موجوده تحت في الديسكريبشن، تقدر انك انت تجهز الثلاثه باذن الله. ولو انت طالب بكالوريوس، خطاب التوصيه وخطاب النيه من اهم الحاجات اللي بترفع من فرصه قبولك. وبالمناسبه خطاب التوصيه تقدر ترفع منه 1 و2 و3 و4 و5. كطالب ماستر او كطالب دكتوراه نصيحتي الشخصيه اقل حاجه حاول ترفع خطابين اتنين ويكونوا من دكاترتك في الجامعه. طب الدكاتره في الجامعه رخمين وحاولت معاهم مفيش فايده، حاول تشوف دكاتره تانيين، حاول تشوف حتى ولو كان معيدين في الجامعه، ولازم يكونوا طبعا درسوا لك عشان خاطر يعرفوا يكتبوا ويكون الخطاب من نفس القسم اللي انت درست فيه او بتدرس فيه حاليا. اما لو انت طالب بكالوريوس فمفيش مشكلة انك انت تجيب من استاذك في الثانوية اللي كان بيدرس لك، لكن لو انت برضه دخلت جامعة فنصيحتي برضه هات ولو خطاب واحد من دكتور ليك في جامعة. انا كده اتأكدت ان انا اقدر اقدم على المنحة التركية، وان اوراقي الاساسية كلها موجودة معايا، حتى الفرعية كمان اتأكدت ان هم موجودين، وسواء كان خطاب التوصية او خطاب النية او خطة البحث لازم سابق الفيديوهات ليهم في الديسكريبشن، هتفرج عليهم بعد الفيديو ده، ويبقى كده كل اوراقي جاهزة وجاهز ان انا اتقبل في المنحة التركية. بس قول لي ازاي اقدم المنحة التركية؟ التقديم للمنحة التركية بيكون عن طريق حاجة واحدة بس، انا وهو رابط المنحة التركية، فما تخليش اي حد ينصب عليك ويقول لك ان انا اعرف حد في السفارة او ان انا هسلم ورقة بنفسي للسفارة، لان الكلام ده كله نصب في نصب. الرابط هسيبه لك في الديسكريبشن، وهسيب لك يا عم كمان فيديو شرح خطوة بخطوة طريقة التسجيل على ابلكيشن المنحة التركية، برضه هسيبه لك تحت في الديسكريبشن عشان لو انت حابب انك انت تسجل بنفسك. تسجل بنفسك؟ ايه ده؟ يعني في طريقة تانية ان انا ممكن اسجل غير ان انا اسجل بنفسي؟ ايوه طبيعي جدا، لو انا واحد مش فاضي فاكيد في شركات بتقدم الخدمة ديت. طيب يا مازن انت ترشح لي ايه؟ من الاخر انا ما اقدرش ارشح لك الا اللي انا جربته بنفسي. اللي انا جربته بنفسي واللي هم ما بيقدموش بالمناسبه على المنحه التركيه بس، بيقدموا على منح ثانيه موجوده، هسيب لكم برده الرابط بتاعهم موجود تحت في الديسكريبشن، وهتلاقي عندهم طلاب مقبولين من جنسيات كتيره جدا مختلفه، تقريبا اكتر من 15 او 20 جنسيه عربيه هتلاقيهم مقبولين، وفيديوهات لطلاب هم اللي بيتكلموا بنفسهم. والميزه ان دول مش بيدعوا الخبره. يعني مش بيدعوا الخبره؟ يعني انت هتخش تشوف الهايلايت موجود عندهم لطلاب بيتكلموا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها والسنه اللي قبلها، وطلاب مقبولين السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، بكالوريوس وماستر ومن تخصصات كتيره، اللي مقبول طب واللي مقبول هندسه، من اعمار مختلفه ومن منح كمان مختلفه. وهي دي الميزه، ان انت لما بتجهز ورقه معاهم بيجهزوا لك ورقه مره واحده تقدر انك تقدم بيه على منحه واثنين وثلاثه. يعني انت لازم تنصحني ان انا اقدم من خلالهم؟ انصحك انك انت تقدم بنفسك، الا لو ما عندكش زي ما قلنا الخبره الكافيه او الوقت الكافي، ساعتها تقدم في الشركه. الشركه الوحيده اللي انا اثق فيها وارشحها لك، لان بقيه الشركات اما ان هم ما عندهمش خبره الا في منحه واحده فقط لا غير، او حتى لو انت لقيت شركه عندها خبره في اكتر من منحه فللاسف تلاقيها لسه خارجه السنه دي او بقى لها كام شهر او بقى لها سنتين، فما عندهاش تجارب كافيه او ما عندهاش خبره كافيه. يعني اسهل حاجه ان انت تكتب ان انا عندي خبره 10 سنين 15 سنه 7 سنين 8 سنين 9 سنين، لكن فعليا فين طلابك المقبولين على مدار التسع سنين؟ فين القبولات او فين التقديمات اللي انت قدمتها او يعني الشيء اللي انت عملته يعني على مدار السنين الخبره ديت؟ ما تلاقيش. عشان كده دي تعتبر اول مره انا ارشح فيها الشركه واسيب اسمها في الديسكريبشن،
لان بكل بساطه شفت شركات كتيرة جدا بدات انها تنصب تطلب ارقام مبالغ فيها. شفت شركات المنحه قافله تقول للطلبه ان المنحه فاتحه وتاخد منهم فلوس بدون ذكر اسماء. فللاسف النصب انتشر بشكل كبير جدا. كل حد موجود في تركيا او حتى مش موجود في تركيا عنده خبره ولو بسيطه بيقول لك ان انا اقدم لك وبياخد منك مبالغ كبيره جدا مقارنه بخبرته. انا ما عنديش مشاكل ان اي شركه او اي حد يقدم لك خدمه، ولكن خبره او انت خبرتك قد ايه، مش بس خبرتك، انت خبرتك قد ايه وكمان الكفاءه او الشيء اللي انت هتقدمه. خذ يا جماعه اياك ثم اياك تخلي حد يكتب خطاب النيه او خطه البحث مكانك، لانك هتروح للمقابله وساعتها هتبقى قدامه. اولا ده لو اصلا اتقبلت. ليه المشكله بقول لك لو اتقبلت؟ لان الخطاب اللي بيكون موجود معاك، تخيل كده ان مازن يكتب خطاب النيه ل 100 شخص او يكتب خطاب النيه ل 50 شخص، مستحيل يكون مبدع انه يكتب 50 خطاب مختلف عن بعض. وبناء عليه اهتم انك تكتب خطاب النيه بنفسك، حتى لو حد قال لك انا هكتب لك خطاب النيه. فنصيحتي ده لو انت عايز تتقبل ان شاء الله السنه دي، انك تكتب خطاب النيه بنفسك وتعبر عن اللي جواك بالورقه. فلو هو عايز يساعدك في تظبيط الخطاب مفيش اي مشكله، اما ان هو يساعدك ان هو اللي يكتبه لك، نصيحتي اوعى تعمل. طبعا شركه بتيرجو تعتبر جانية عن التعريف، ودي تعتبر اول مره ان انا اذكر اسمها في فيديو من فيديوهاتي بعد ما وصل قناتي 100,000 على اليوتيوب. ولكن وجب التنبيه ان انا لا اثق في اي حد للاسف. وما ينفعش انك تقول لي الشركه الفلانيه، لان انا ما جربتش معاهم فما اقدرش ان انا انصحك بيهم. يعني ما اقدرش ان انا اقول لك دول وحشين ولا اقدر اقول لك ان دول كويسين. ده بكل بساطه. وبالمناسبه هم حاليا عاملين عرض انك انت تقدر تقدم على منحتين بنفس سعر رسوم التقديم على منحه واحده. فده برضو بالمناسبه يعني كده الشيء بالشيء يذكر. كده انا عرفت كل شيء بدايه من شروط التقديم على المنحه التركيه لغايه الاوراق المطلوبه لغايه طريقه التقديم على ابلكيشن المنحه التركيه. وزي ما قلت لكم واكرر مره ثانيه، القناه دي انا عاملها عشان خاطر تساعدك انك انت تقدم بنفسك. وبناء عليه في الفيديوهات الجايه لو ربنا قدر باذن الله، اول حاجه هعلمك ازاي انك انت تصور اوراقك بشكل صحيح وترفعه بكواليتي عالي على ابلكيشن المنحه التركيه. هعلمك ازاي انك انت تقوي ملفك لغايه ما ترفع من فرصه قبولك وتلاقي نفسك ان شاء الله من المقبولين السنه دي في المنحه التركيه. وهعرفك شويه اخطاء ناس كتيره جدا بتعملها للاسف في الابلكيشن، وازاي انك انت لما تتجنب الاخطاء ديت ترفع من فرصه قبولك. وحاجات تانية اكتر، فيديوهات مع طلاب مقبولين من تخصصات مختلفه كنتوا طالبين الموضوع ده هو مني قبل كده. فانتظروا باذن الله قريبا هحاول لو ربنا قدر انزل فيديو ورا فيديو. ده كله راجع لتفاعلكم معايا. ده يعتبر الفيديو الاول في السلسله. حطيت الكاميرا وقلت ان انا اصور، والفيديو ده هيكون ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في فلسطين، وكذلك ما تنسوش الدعاء لاخواتنا في سوريا واخواتنا في السودان. لان اللي بيحصل في السودان لا يقل بشاعه عن اللي بيحصل للاسف في غزه، ولكن للاسف صوتهم هو مش قادر يوصل زي ما صوت اهل غزه قدرنا احنا نوصله. فزي ما احنا قدرنا ان احنا نوصل صوت اهل غزه للعالم كله، نتمنى نكون لينا صوت كمان ان احنا نقدر نوصل صوت اخواتنا في السودان وسوريا للعالم كله. مش عارف ايه اللي بيحصل، سيرش بسيط هتلاقي جنب فيديوهات كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع ده. وانا لو قدرت ان انا اتكلم او اعمل فيديو خاص بالموضوع ده هوت واجمع فيه معلومات هحاول اعمل كده باذن الله. شوفكم في تركيا على خير، وانتظروا الفيديو الجاي وقولوا لي تحبوا الفيديوهات الجايه تكون فيها ايه. ما تنساش تتابعني على صفحتي على الانستجرام، عشان في الفتره الجايه هحاول اعمل كمان فيديوهات شورت وانزلها على الانستجرام. شوفكم في تركيا على خير، والسلام عليكم.